فندق فكري. يا له من يوم حار يا رومبا. نعم، نحتاج إلى الظل. فكري، أهلا يا فكري. تعالي إلى البرودة تحت ظل أوراقي. الطقس حار على لعب كرة القدم. هنا هو أنسب مكان في أيام الحر. لسنا وحدنا يا روزي، ها هما السيد والسيدة ماردي مع العائلة. إد دودة الأرض. أهلا إد. أهلا. نرد نرد نرد. وحبات البلوط. مرحبا جميعا. نعم، أنا شجرة محبوبة في أيام الحر. تبدو كأنك فندق يا فكري. أوه، بالتأكيد، يا لها من فكرة متميزة. لنجعل من فكري فندقا حقيقيا، فندقا تنزل فيه المخلوقات الصغيرة. أوه، هل أرتدي زيا وأنا أستقبل الجميع؟ نعم، أنت البواب وأنا سأكون مديرة الفندق. المسؤولة عن كل شيء. هل تريد أن تكون فندقاً يا فكري؟ حسناً، أنا أحب أن أهتم بأصدقائي، لما لا؟ وهذا مصعد يقل النزلاء إلى غرفهم. نعم، في الأعلى هنا أفضل غرفة، إنه جناح المشاهير. لين، الأعشاش ستكون مريحة للضيوف. هذه الأبواق والأجراس مناسبة لخدمة الغرف. أنا وأنت نشكل فريقا ناجحا. أنا مديرة فندق ممتازة. أهلا بكم في فندق فكري. هؤلاء الموظفون سيهتمون بكل طلباتكم. هذا رومبا البواب يستقبلكم جميعا، ولين التي ستأخذ طلباتكم للغداء وتعطيها للطاهي بينون. وأخيراً هناك كرس الحمال مستعد لنقل حقائبكم إلى الغرف، وروزي المسؤولة عن الترتيب. أريد غرفة دافئة ومريحة. هذه الحقائب حقاً ثقيلة. أفضل غرفة لكما، دافئة ومنيرة. أهلاً وسهلاً. هو لمن هذا العش الفسيح فوق؟ إنه بيت بلبلة، ولكن لم لا؟ إنه الأكثر دفئاً ونوراً في الفندق. اصعد إليه. هكذا أفضل. غيرت فكري، غيرت فكري. ابتعدي يا حبتي البلوط، هذا العش هو للنزلاء. أرجو أن يكون الطعام قد أعجبكم. نحن طلبنا جوزاً لا تفاحاً متعفناً. اسمع، طلبنا تفاحاً وليس جوزاً. آسف يا سيدتي، سوف عن إذنك يا سيدتي سأعود إليك حالاً. ماذا تفعلان في بيتي؟ أظن أن إد يريد تفاحة. كل الوجبات خاطئة. هل كان علي أن أكتب ما طلبه كل منهم؟ ربما كنت تذكرت كل شيء بسهولة. ما رأيك في فندق فكري يا حبات البلوط؟ لا نحبه. من سمح لهذه العائلة باستخدام بيتي؟ أنا، وأحباه كثيرا، نزلاء سعداء. في المرة القادمة أنا سأقول أين ينزلون. يا لحبات البلوط الحزينة، إلى أين هي ذاهبة؟ هل يمكن أن نحصل على طعامنا؟ فوراً. العمل في هذا الفندق متعب، لكن الكل مسرورون لأنهم حصلوا على طعامهم. ما الأمر يا أد؟ أنت عطشان؟ سأحضر لك
الماء. لا عليك، بوليس هنا. أنا سآخذه، أنا مديرة الفندق. أنا أحضرته، لكن أنا المسؤولة. كأن المطر آت. هذه الأمور لا تحدث في البيت. أحضرنا هدية لجميع النزلاء لكي يشعروا أنهم في بيتهم. تفضلوا، من أزهار دوار الشمس. التي نفضلها. شكراً يا روزي. تفضل، تفاحة لامعة من البستان. تفضل، إنها فاكهتكم المفضلة. شكراً يا روزي. ما المشكلة؟ نحب النوم في ظلك في يوم حار، لكن بذور دوار الشمس ذكرتنا ببيتنا. السيد موردي على حق، اشتقنا إلى بيوتنا، نريد أن ننام الليلة في سريرنا. وأنا لا أريد سوى سعادة أصدقائي. ربما أرزى على حق، حيث يرتاح القلب يكون البيت. وأحضرنا شيئاً لك أيضاً يا فكري. فكري فكري فكري، اشتقنا اشتقنا اشتقنا. أهلاً أهلاً. شكراً يا روزي. أريد منكما أن تجهزا مسرحاً كبيراً للاستعراض المدهش الرائع. كبير كيف؟ كبير، أنا نجمة كبيرة جداً وأحتاج مسرحاً كبيراً. إلى الفضاء يا ريشات. والآن ما رأيكم؟ نعم، أحسنتم جميعاً. فعلاً بداية جيدة. فاشلة جداً. لست مضطرة لسماع هذا. قد تصبح ممتازة إن عملتم معاً. هذه تكفي، سيكون لدينا مسرح في القريب. إنها بدائية قليلاً. مسامير وبعض الصمغ وتصبح جيدة. بلبلة تريد المسرح متميزاً. كرز علينا أن نجد أفضل خشب ونصنعه بأفضل طريقة. أي ببطء شديد. والآن كل ما علينا فعله تجهيز الكشك. كشك؟ أي كشك؟ الفشار والحلوى. لا استعراض بدون الفشار والحلوى. طبعاً صحيح يا لين، لنذهب ونحضرها. أنتما مستعدان؟ 3، 2، 1، انطلاق! بعد إذنكما، أنا في الوسط بينكما ومصرة على ذلك. حسناً، ما رأيك أنت؟ لن أقول شيئاً، في المرة الماضية غضبتي. عرفت رأيك. يا رمبا، هل تساعدني في تدريب الريشات؟ أنت تريدين مساعدتي؟ حسناً، ستجري الأمور على طريقتي. نحب الحلوى، ننط ننط. آسف يا حبات البلوط، إنه استعراض طيران للعصافير، وأنتن لستن عصافير، أنتن. حسناً يا ريشات، القاعدة الأولى. هل يمكن أن القاعدة الأولى حسن الاستماع، الوقت قصير قبل الاستعراض. والقاعدة الثانية؟ عليكم أن تقوموا بالحركة نفسها ولكن في الوقت نفسه. الوقت نفسه؟ لكن أنا بلبلة، النجمة. هكذا، هيا بنا يا ريشات. أحتاج فقط إلى كمية كبيرة من الصمغ وينتهي العمل. وأخيراً. أه.
دم 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 دم. لا يا كرز، لم ينتهي بعد. وهي وي هوي هوي. أهلا بلبلة، طاولتك صارت جاهزة. أظن أنك تعني مسرحي، الأنظار ستكون علي. بلبلة أعني علينا نحن الريشات. بسرعة، وقت الاستعراض. كم أنا متشوقة. حظا سعيدا. هيا يا ريشات، هيا يا ريشات. لن تحاولي إبطائي هذه المرة. ماذا؟ أنا لم أفعل هذا من قبل. لن تستطيعي اللحاق بي. على الأقل أنا لا أهز ريش ذيلي لألفت انتباه الجميع. هذا يكفي، سأنسحب. سأنسحب أولا. بست، دورك. لا يا رب، أنا أنسحب. الاستعراض قد ألغي، الريشات قد انتهت. ليه؟ ماذا؟ لماذا؟ ماذا حدث؟ لن ينجح الأمر يا روزي، كل منهم يريد أن يكون نجماً. لكن أنا النجمة. سنكون كلنا نجوماً، ولكن لبعض الوقت. لكل منكم دوره، هل يمكنكم ذلك؟ نحن نرحب بالجميع في استعراضنا البديع، إلى فوق إلى تحت في كل الأنحاء. نحن الأشهر في الفضاء، نحن الريشات الطائرة، نطير ونحوم إلى الغيوم، أسرع من أسرع طائرة، نحن الريشات الطائرة. كان يلزم صمغ أكثر. ثلاثة. لقد عملنا معا. هيا إذن. والآن حان وقت الذهاب، انتهى العرض يا أصحاب، قضيتم أوقاتا رائعة، معنا نحن الريشات الطائرة. رفرف. وماذا بعد ذلك؟ نطير ونحوم إلى الغيوم، أسرع من أسرع طائرة، أنا نجم، أليس كذلك؟ أتريد الحقيقة يا رومبا؟ أتريدين شطيرة موز وعسل يا روزي؟ أنت نجم يا رومبا. وأنت أيضا يا روزي أحيانا. لكل واحد دوره. يا له من يوم مناسب لقطف الفاكهة من الحديقة، أو ربما ليس مناسبا. من الأفضل أن أسرع. حسنا، إذن هجوم. هل أساعدك يا بلبلة؟ هكذا أفضل. شكرا يا رومبا، لا أعرف ماذا كنت سأفعل لو لم تأتي. حسنا، طالما أنني ساعدتك فهل تساعدينني؟ أي نوع من المساعدة؟ أريد أن أمسك بغيمة. طبعاً طبعاً،
وفكرت طالما أنك تطيرين فأنت أفضل من يمسك بالغيمة. حسناً يا رومبا، كلمة أفضل هي كلمة طالما تستعمل في وصفي. سأستخدم الآن قوة سحري ورفيف جناحي لأحضر لك غيمتك. حظاً سعيداً يا بلبلة. سألقي الآن الكلمات السحرية للإمساك بغيمة. كيولو مسنمبو بينكي تينكو. تحاولين أن تصعبي الأمر علي؟ هيا يا غيمتي، رومبا يريد أن يراك. انزلي، هيا يا غيمة. ماذا تحاول أن تفعل؟ ماذا تفعل بلبلة؟ كدت أصل يا رومبا. انتبهي. معذرة. ما هذا؟ لقد منعتني من الإمساك بالغيمة. أمسكت بي بدلاً منها. من يريد أن يطير طائرتي؟ لا شكراً يا كرز، ميزان الطقس ينبئ أنها ستمطر، علي أن أقطف الفاكهة. وماذا عنك يا رومبا؟ أنا موافق. هل أنت متأكد أنها فكرة جيدة؟ ها؟ طبعاً إن أردنا الإمساك بالغيمة. ستغطي طائرتي بالصمغ؟ نعم، والآن ما أريده هو أن تنطلق على دراجتك بأقصى سرعة ممكنة ثم تترك الباقي للطائرة الورقية. هيا، جاهز؟ انطلق. جيد، أسرع. جيد، لقد وصلت إلى الغيمة. سوف ننجح. وهو. لا أصدق، سنمسك بغيمة. كيف هو الوضع الآن؟ ليس جيدا كما كان من قبل. رومبا، فهمت كيف علق منقارك فيها، إنها ضخمة. ما هذا؟ نزل. يجب أن تنزلي الآن على الأرض يا حبات البلوط. لدي شعور داخلي أن السماء ستمطر. رائع، على الأقل أحدنا سعيد. رومبا، أنا أعرف كيف يمكنك الإمساك بغيمة. كيف؟ احتمي في أغصاني يا حبات البلوط، إنها تمطر. إنها تمطر. نعم، إنها تمطر يا رومبا. بمعنى؟ تلك الغيمة ما هي سوى قطرات ماء صغيرة، إنها خفيفة ولذلك تسبح في الفضاء، ولكنها أحياناً تصبح ثقيلة فتنزل في شكل مطر. إن أمسكت بالمطر فكأنك تمسك بغيمة. إذن هنا توجد غيمة، إنها غيمتي. نعم، أليس هذا مدهشاً؟ أجل، هذا مدهش. شكراً لأنك لم تستسلمي. لقد أمسكنا بغيمة. ماذا هناك يا بلبلة؟ هل رأى أحدكم كرز؟ أنا أظن أن هذه له. طائرتي. ما هذا؟ آسف، أخطأت ثانية. لكنني أمسكت بغيمة. انظر. رومبا، هذا مجرد ماء. شكراً.
الشعري قوس قزح جميل يا روزي. وهل ستطلب مني الآن أن أمسك لك بقوس قزح؟ لا تكوني سخيفة، هذا مستحيل. لكن أود قطعة من القمر لأنه مصنوع من الجبن. عليك أن تكتفي بشطيرة من الجبن، تذكر نزهتنا لم تنتهي بعد. هذا كلام مفيد.